نعم، يبدو بحسب وجهة نظر تكتل الحرية المحافظ الذي ينتمي للحزب الجمهوري أن كيفن مكارثي كان متساهلا كثيرا مع الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، وكان يعقد صفقات مع البيت الأبيض من أجل تمرير عدد من القرارات والقوانين في المجلس دون رضاهم. ولذلك كان هذا الموقف من عضو تكتل الحرية مات جيتس الذي خرج أمام الكونغرس للمطالبة بعزل كيفن مكارثي من منصبه، وبالفعل نجح في إقناع 7 أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري للتصويت لصالح عزل كيفن مكارثي من هذا المنصب، وإضافة لأصوات الديمقراطيين تم بالفعل عزل كيفن مكارثي من منصبه الذي اشتغله مع بداية هذا العام في شهر يناير الماضي بعد محاولة انتخاب تكررت 15 مرة. 15 مرة، فهذه كانت يعني محاولة عسيرة لجعل كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب، وهذه التجربة لم تستمر طويلا بالنسبة له، والآن قرر عدم الترشح مجددا لهذا المنصب. تداعيات الأمر سهيل، هل يتوقف الأمر فقط عند عزله أم أن هناك سيخضع لتحقيقات من أجل كشف المزيد من الأوراق؟ لن تكون هناك أي تحقيقات لأنه لم يرتكب أي مخالفات، كل ما جرى هو أنه صوت لصالح قوانين وقرارات لم تكن على هوى تكتل الحرية. هذه هي المشكلة الوحيدة التي ارتكبها، أو هذا هو الذنب الوحيد الذي ارتكبه كيفن مكارثي. الآن ما سيحصل قد تكون بداية لتفكك الحزب الجمهوري، لأن 8 أعضاء فقط من الحزب صوتوا لعزل كيفن مكارثي، فيما صوت الباقي وهم الغالبية العظمى من أعضاء الحزب لصالح بقائه رئيسا للمجلس. فحاليا ما هو من المرشح أن يحصل أن عند جلسة الانتخاب للرئيس الجديد سوف يطرح الديمقراطيون رئيس الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز كمرشح، فيما سيطرح الجمهوريون مرشحا قد يكون كيفن مكارثي بالرغم أنه رفض أن يرشح نفسه، ولكن من هناك احتمال كبير أن يقوم الجمهوريون في المجلس بترشيح كيفن مكارثي مجددا، فيما سيرشح تكتل الحرية مرشحا ثانيا عن الحزب الجمهوري. أتوقف عند يعني عند أصوات الجمهوريين فيما بينهم. أتوقف عند مصطلح تفكك الحزب الجمهوري، ما الذي يعني ذلك؟ يعني هل يعني وجود الأشخاص أم كيان الحزب الجمهوري، بمعنى أنه لن يكون هناك حزب جمهوري؟ يعني ما الذي تعنيه بهذه الكلمة والتي اتفق عليها ربما المحللون؟ نعم، هذه نقطة يعني متداولة جدا في الإعلام الأمريكي. يبدو أن هناك تكتل محافظ متشدد داخل الحزب يسير في مسار يميني متطرف بعض الشيء، فيما أن الحزب الجمهوري بتاريخه العريق لا يزال في الجانب المحافظ المعتدل والوسطي، وهذا يعني أن هناك اختلاف في وجهات النظر داخل الحزب الواحد. قد يعني يتوقع البعض أن هذه المجرة في مجلس النواب وهو سابقة تاريخية لم تشهده الولايات المتحدة في تاريخها الذي بدأ عام 1776 وحتى اليوم لم تشهد مثل ما جرى يوم أمس، وبالتالي قد هناك من يتوقع أن تؤدي هذه الحادثة التي وقعت في مجلس النواب لانقسام الحزب بين المتشددين اليمينيين الذين يمثلون تكتل الحرية وباقي حزب الجمهوري، وبالتالي سيكون هناك حزب جمهوري وحزب آخر انقسم عنه وهو الحزب الذي يمثل تكتل الحرية والأشخاص المؤيدين لتكتل الحرية، كما تجدر الإشارة إلى أن تكتل الحرية من أشد المناصرين والداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب،
وهم يقفون دائما معه في مختلف المواقف، وحتى أن بعض أعضاء التكتل كانوا يتوجهون للتظاهر أمام المحاكم التي كانت يعني كانت تتداول القضايا المتعلقة بدونالد ترامب. سهيل الشاعر مراسل الغد من واشنطن، شكرا جزيلا لك.